لها سؤال طويل تقول فيه الشفاعة: أنا فتاة لي 6 أخوات و4 إخوة، نعيش في بيت تضيق علينا الحياة فيه، وأم أمي تسكن معنا وليس لها أولاد سوى أمي، لكن أمي لا تهتم بها ولا تؤدي حق أمومتها، ونادرا ما تكون مع أمها على ما يرى، وذلك يؤلمني كثيرا، فأنا لا أريد لأمي هذا المصير وأخشى من ذلك كثيرا. فالطاعة قضاء وسلف، وأخشى أن أكون أنا القضاء، فأنا أحب الله ورسوله وأتمنى من الله الهداية والسداد وحسن الختام، ولطالما نصحت أمي فتذكرني بقسوة أمها معها وهي صغيرة، وأنها لم تر منها شيئا جميلا، فأقول لها: إنها أمها مهما كان، وإنها جنتها ونارها، فتتهمني بأنني أتهمها بالخطأ، علما بأن جدتي هذه تقول إنها لم تعصمها، وأبي وأمي يعاملوننا كالأغراب، لا نجد منهما حنان الأبوة والأمومة، ولكننا نتحمل ونقول عزاؤنا أنهما والدينا. وأقول يا فضيلة الشيخ: أشفي صدري في هذا الموضوع، وأخبرني من يكون القضاء، وهل يصرف العصيان بدعاء الله؟ فأنا أحرص على طاعتهما، لكنني لا أجد الحب المفروض لهما نتيجة لابتعادهم عنا وسوء معاملتهم لنا، جزاكم الله خيرا. ما ذكرته السائلة من سوء معاملة أمها لجدتها أمها هذا أمر لا يجوز، هذا من العقوق، بل هذا هو العقوق، وعقوق الوالدين من الكبائر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، ومخالف لقوله تعالى: وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الواجب عليك مناصحة أمك، والواجب عليك أيضا الإحسان إلى جدتك، لأنها من أمهاتك ولها حق عليك، فالواجب عليك الاستمرار في هذين الأمرين: الإحسان إلى جدتك والمناصحة لوالدتك. وكون كون الوالدين كما ذكرت السائلة ليس لهما حنان نحو أولادهما ولا عطف، هذا أمر لا يجوز. الواجب على الوالدين الإحسان إلى الأولاد، الأولاد لهم حقوق أيضا على الوالدين، واجب الإحسان إلى الأولاد، كما أن الواجب أيضا الإحسان من الأولاد إلى الوالدين. الإحسان متبادل بينهم، حكم القرابة، حكم الولادة، حكم الأبوة، ليس هذا من آداب الإسلام، إنما العقوق التنافر بين البيوت والأسر، إنما هذا من عادات الكفار في العصور الأخيرة المدنية الزائفة المعاصرة. أما الإسلام فإنه يحرم ذلك وينهى عن شد النهي، فحق الوالدين يأتي بعد حق الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وكذلك الأولاد كما ذكرنا لهم حق على الوالدين، العطف والحنان والتربية الحسنة والإنفاق إذا كانوا محتاجين، خصوصا في حالة الصغر لهما حق على الوالدين. والواجب على هذه الأسرة أن تتصالح فيما بينها، وأن تسود النصيحة فيما بينهم، وأن يؤدي كل ما عليه نحو الآخر، هذا هو الواجب. ولكن إذا لم يحصل هذا من الطرفين فإن على الأولاد أن يحسنوا إلى والديهم، وأن يؤدوا ما عليهم من الحق لوالديهم، ولو أن الوالدين ليسوا على المستوى المطلوب مع الأولاد، فإن هذا لا يسقط حق الوالدين. فالواجب على المسلم أن يؤدي الحق الذي عليه، وأن يسأل الله الحق الذي له.